السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مع فيديو جديد وصباحكم الله بالخير. طبعا معكم صبح ياسين من كوزمد إنديا. طبعا إخواني طبعا هون عشان يكون التواصل معنا وتستفيدوا من الفيديوهات اللي احنا عم ننزلها، ممكن بس تدعس على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من طرفنا كوزمتيك انديا. طبعا كنا قلنا كتير وحكينا كتير انه بالنسبة للسنان طبعا الانسان ممكن يصبر على أمراض كتيرة أو وجع كتير إلا إذا الأسنان طبعا مستحيل أقدر أنه أصبر عليها أو أنه أطنشها أو ما أخدهاش بعين الاعتبار أو بشغلة جدية فعلا. فكان عندنا الأخ من المملكة من عنيزة كان بيعاني من أمور كتيرة وطبعا توجه لكيرلا بالنسبة لخصوص علاج الأسنان، بس ما كانش أنه يقدر يلاقي فعلا العلاج المناسب أو كان غير مقتنع بالطروحات أو الخطط العلاج اللي كانت تنوضع. فتوجه بعد هيك إلى بانجلور للدكتور حسين بعيادة كوزمتيك في بانجلور. وطبعا الدكتور حسين بعد الكشف والعيان والتعيين والأمور هذه كلها وضع له خطة علاج تناسب الوضع تبعه، وطبعا تم علاج وحل جميع المشاكل اللي كان يعاني منها الأخ بالأسنان مع التلبيس مع كل أمور العلاج الخاصة اللي كان بيحتاجها فعلا الأخ، وبمدة بسيطة جدا يعني ما نقولش تتعدى 10 أيام من المراجعات مع العلاج مع كل شيء. طبعا حصل الأخ في النهاية على العلاج المناسب وكان سعيد جدا جدا أنه فعلا الدكتور حسين قدر يخلصه من جميع اللي كان يمر فيه سابقا من أوجاع أو آلام أو إلى غيره بالنسبة للأسنان، والحمد لله كان علاج موفق وناجح للأخ. وغادر الأخ للمملكة وهو سعيد كتير وشكر كتير الدكتور حسين على الفعل نوعا ما أنه شغلي ما كانش فعلا يتوقع أنه يلاقي كل اللي بطلبه من حل مشاكل أسنانه بالكامل عند الدكتور حسين في عيادة بانجلور. والله يديم عليكم الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله أنا موجود الآن بالهند بنغلور عند الدكتور حسين، ما شاء الله تبارك الله. أنا من القصيم السعودية، تحديدا بعنيزة، وعانيت والله من كيرلا لين بنغلور عشان العيادة دي وعشان الدكتور حسين. يا رب لك الحمد والشكر، صلحت جميع أسناني. في أشياء كانت يبي لها تلبيس وكان يبي لها شغل ما يحتاج يعني زيادة عن اللزوم، مع دكاترة برضو كبار وكويسين بس قالوا لي لازم تلبيس. دكتور حسين أعطاني أبسط الحلول، يا رب لك الحمد والشكر. أهنيه على الشغل، رجال مشتغل على نفسه، عيادته مرة نظيفة، الحمد لله والشكر على الشغل اللي أعطاني إياه الدكتور حسين. والله أتوقع ما حصل نفس الدكتور هذا لا بكيرلا ولا بالسعودية، لكن الحمد لله فضل ربي سبحانه وتعالى حصلت الدكتور حسين. الله يعطيك العافية ويطول لي عمرك يا رب العالمين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكنكم التواصل معنا على الويب سايت www.cosmedindia.com أو على الأرقام التالية 91-966-766-866 أو على الرقم 91-999-410732 لعيادة بانجلور.